بعد هذا يخرج إلى السعي بين الصفا والمروة. يبدأ بالصفا. صفادن باشلا. يستقبل القبلة. كعبة الله تبا بصا. نعم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر ثم يقول هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ثم يقول مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو أيضا ثم أيضا الثالثة أيضا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يمشي إلى المروة من الصفا إلى المروة شوق من المروة إلى الصفا شوق إذا لابد أن يبدأ في الصفا ينتهي في المروة السابع يكون عند المروة في كل شوط يقف ويستقبل القبلة ويدعو إلا إذا وصل إلى الشوط الأخير لا يوجد دعاء إن الشوط السابع في المروة بين العلمين في الوسط تقريبا يوجد الأعلام الخضر هذه يسرع فيها يسعى فيها سعيا شديدا بين العلمين نعم يوجد في نهاية الصفا نهاية المروة مثل الدوار دائري هذا لا يلزم أن تدور حوله مجرد تنتهي من حد الوسط هذا العربات ينتهي ويرجع لا يلزم أن يدور حول الدوار هذا نعم نعم الرجال السنة والأفضل أنه يحلق جميع الرأس بالموس نعم هذا الأفضل والأكمل أو يقصر من جميع الرأس المرأة تأخذ قدر أنملة من رأسها تجمع الشعر وتأخذ قدر أنملة وبهذا تحلل انتهت العمرة نعم